نوفل مرحبا بك مجددا. يعني لماذا يتخوف الحزب من مشاركة المغتربين؟ تفضل. المشكلة ليست فقط هي في انتخابات المغتربين، أنا أخشى أن يكون موضوع إثارة موضوع انتخاب المغتربين للتغطية على عدم وجود الظروف الحقيقية أو عدم إيجاد الظروف الديمقراطية والمناخ المطلوب للانتخابات في الداخل اللبناني. المغتربين بالطريقة التي يتم فيها التحضير للانتخابات انتخبوا في المرة الماضية، وكان عدد الذين اقترعوا يعني لا أعتقد أنه تجاوز 40 أو 50 ألف ناخب في مقابل يعني ملايين الناخبين في الداخل. الموضوع المشكلة الأساسية هي سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية وعلى القرار في لبنان. فإذا كان حزب الله يريد التحكم بأصوات المغتربين، فما هو الوضع بالنسبة إلى أصوات الموجودين في الداخل اللبناني؟ ماذا عن أصوات اللبنانيين الذين سيقترعون في الجنوب؟ هل سيكون بإمكانهم التحرك بشكل ديمقراطي والانتخاب بشكل بكامل حريتهم؟ هل سيكون بإمكان اللبنانيين الموجودين في الجنوب اللبناني أن يترشحوا لخوض الانتخابات؟ كذلك في موضوع البقاع، كذلك في موضوع كل الأراضي اللبنانية. يعني أنا أعتقد أنه مقاربة الموضوع من زاوية فقط أن حزب الله يريد عرقلة انتخاب المغتربين لكي يتمكن من التحكم بالانتخابات النيابية أو بنتائج الانتخابات النيابية، موضوع يعني ملهات حزب الله يسعى إليها لتغطية على حقيقة تحكمه بموضوع الانتخابات ككل. لا ننسى أن موضوع يعني الأصوات المقترعين ستصب في النهاية في بيروت، فمن سيكون على 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 لجان الفرز؟ من سيتم كيف ستتم عملية إدارة الانتخابات في بيروت؟ هذه هي المشكلة الحقيقية. أنا أعتقد أن مشكلة انتخاب المغتربين هي مشكلة فرعية وصغيرة جدا، الهدف منها في هذه المرحلة أن يلهي حزب الله اللبنانيين جميعا وكأن المشكلة إذا انتخب المغتربون يعني تحققت ديمقراطية الانتخابات. لا، علينا أن نتذكر تماما بأن حزب الله حصل على الأكثرية في المجلس النيابي الحالي أو عزز وجوده في المجلس النيابي الحالي على الرغم من انتخاب المقترعين. ولذلك المشكلة ليست فقط في انتخاب المقترعين، بطبيعة الحال انتخاب المغتربين موضوع أساسي ومهم لأنهم لبنانيون، ولكن المشكلة الأساسية الانتخابات في الداخل اللبناني. لا يمكن إجراء انتخابات في لبنان في ظل الاحتلال، وحزب الله وقوة احتلال. استمعنا قبل أيام قليلة إلى مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني يقول أسسنا 6 جيوش خارج إيران من بينها حزب الله للدفاع عن إيران. فكيف يمكن لإجراء انتخابات في دولة كلبنان خاضعة للاحتلال وتحديدا خاضعة لاحتلال حزب الله وللاحتلال الإيراني؟ برح استفيد من وجودك سيد نوفل، أسألك عن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي. يعني تشكلت اللجنة، برأيك يعني الدور المناط بهذه اللجنة، هل ستحقق التقدم المطلوب ويثق صندوق النقد بلبنان؟ أنا لا أعتقد، يعني لا أريد أن أكون متشائما بكل شيء، ولا أريد يعني أن أظهر وكأنه يعني أنا في موقع الرفض لكل شيء، ولكن أنا أقول طالما أن لبنان دولة خاضعة للاحتلال الإيراني فلا يمكن تسوية لا مشكلة انتخابية ولا مشكلة اقتصادية ولا مشكلة مالية لا مع الداخل ولا مع الخارج. المشكلة يمكن أن تحل ببساطة مع البنك الدولي أو مع صندوق النقد الدولي في حال كانت حرية القرار اللبناني مؤمنة. أما في حال كان المفاوض اللبناني الحقيقي هو حزب الله، وأن هيئة المفاوضات أو لجنة المفاوضات هي لجنة واجهة مثلها مثل مجلس الوزراء، مثل مجلس النواب، مثل رئاسة الجمهورية، فأنا أعتقد أنه لا يمكن التفاوض بشكل غير مباشر بين حزب الله وبين صندوق النقد الدولي. المطلوب مفاوضات بين الدولة اللبنانية الحرة وصندوق النقد الدولي للوصول إلى نتيجة. أنا أعتقد أنه بالطريقة التي تشكل فيها الوفد اللبناني، بالطريقة التي تدار فيها السياسة اللبنانية في الوقت الحاضر، المفاوض مع صندوق النقد الدولي هو إيران وهو حزب الله من خلال هذه الواجهة التي اسمها الحكومة أو التي اسمها اللجنة الحكومية التي ستتولى التفاوض. بكل أسف صورة سوداوية بطبيعة الحال أرسمها، ولكن أنا مقتنع بهذا الواقع، وأعتقد أنه الاعتراف بالمرض هو مدخل لمعالجته والخروج منه. أما الاستمرار نحن كلبنانيين في حالة الإنكار والقول بأنه مشاكلنا تفصيلية تقنية لها علاقة بإدارة انتخابية من هنا أو لها علاقة بإدارة مالية من هناك، فأنا أعتقد أنه هذا الموضوع مكابرة لا تنفع. مشكلتنا مشكلة احتلال، وفي ظل الاحتلال لا انتخابات ولا ديمقراطية ولا إصلاح
ولا ازدهار اقتصادي ولا دورة اقتصادية طبيعية ولا إصلاح مالي ولا إصلاح مصرفي ولا يمكن الوصول إلى أي حل في ظل الظروف التي نعيشها اليوم. أشكرك جدا منسق التجمع من أجل الجمهورية نوفل ضوء.